بأولى فقراتنا لليوم رح نبداها بالأزياء، ومنها البنطلون الجينز يلي هو من التصاميم المهمة بخزانة كل سيدة، وهو أكيد بنضم للقطع الأساسية اللي بتحتاجها الصبية بمختلف مراحل حياتها. ليش؟ لأنه بيتماشى مع كل الثياب وكل الإطلالات، سواء الكاجوال أو الكاجوال شيك وغيرها. تماماً، يعني الجينز ما في غنى عنه أبداً صح. بكل زمان ومكان. الحلو كمان أنه فينا ننسقه أكيد بطرق كتيرة بعيداً عن الطرق الاعتيادية. اليوم نحن رح نعرف هيك أفكار أكتر لكل الصبايا يعني والسيدات اللي عم يحضرونا من مصممة الأزياء رشا البارودي اللي صارت معنا باستوديو. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. عم نحكي عن البنطلون الجينز يلي هو شبه أساسي بحياة كل صبية، إذا رايحة على الجامعة، رايحة على الشغل، ولكن بتختلف القصات، الموديلات، وبظن الإطلالة اللي حابين نحن نطل فيها. خبرينا أكثر عن الشيء الدارج للجينز بهي السنة. هلأ الجينز بتعرفوا أنتوا هو لبسه مستحيل يبطل أبداً. الدارج هو نفسه يمكن سنة 2021، واللي زايد عنه أنه صاروا عم يلبسوا الثياب الجواكيت الرسمية فوقها. يعني ممكن يقلب الجينز، ممكن تروحي فيه عشاء حسب اللبس اللي أنت بتلبسيه. الجينزات العريضة اللي هي خصر عالي كمان كتير موضة هالسنة. الجينز البوي فريند مثلاً عم يلبقوا شغلات فوقهم، عم يقلبوه رسمي، عم يقلبوه سبور، كل النواحي يعني. فالجينز أنا بلاقي الموضة دائماً هو نفسه ذاته بيتطور كل مرة بالقطعة الفوقانية اللي بيلبسوا فوقهم. اوكي طيب، اذا احنا معناها عم نقول اول شيء يعني اللي حيكون دارج اكثر ما عدنا حنروح للسكيني جينز اكثر، رح نروح للشيء المامي جينز مثلا، في عنا البوي فريند اللي ذكرتيهم، كل شيء حيكون شوي نوعا ما اوفر سايز او عريض خلينا نقول. طيب شو في الوان ممكن تكون معينه؟ يعني اوقات كنا نشوف اجت فتره مثلا الفاتح كثير درج، فتره ثانيه لا الجينز الغامق، هلا في شيء محدد حيكون؟ اذا بقول لك انه الجينز الابيض اوكي والله، يعني صيف شتاء انا بلاقي الجينز الابيض، حتى بتلاقي كثير من العالم عم يلبسوا الجينز الابيض ان كان مثلا ضيق ان كان عريض، حتى الجينز اللي لونه على بيجي، هدول الالوان حتى يعني صيف شتاء عم يلبسوها. وبرجع بقول كمان الجينزات الفاتحه اللي عم تحكي عليها حضرتك هي بالصيف اكثر شيء، بالشتاء لا انا بلاقي ممكن الجينزات الاغمق شوي ومع الجينزات البيضاء. هلا اللي شفناه تمام، هلا اول واحد لكل واحد لون لكل رجل لون، يعني هذا كل رجل لون هي فن. هلا حتى كان بدي احكي شغله كمان هالمره، عم يتفننوا بالجينزات، عم فوق عم يدخلوا لهم جلد، عم تلاقي الجلد داخل بالجينز عم يتفننوا فيه، خلص هو صار لبس رسمي، لبس سبور، عم يلبسوه مع كل شيء تقريبا. تماما مثل ما قلتي، بقى حسب نحن شو مدخلين، بتكون لابسين مثلا بوت رياضه، تي شيرت عادي، فممكن يكون انه مشوار عادي، ممكن جامعه، ممكن شغل، اذا رايحه على سهره ممكن سكربينه كعب، ممكن بليزر، ممكن اي شيء ثاني. حتى غيرنا اطلالته. هلا فيكي كمان الكنزات العريضه ان كان بدك اياها بالبنطلون وتتركيها، او بتحطيها مثل الجاكيت، هلا في قمصان تحسيهم كلهم عراض بيجوا طوال وبيلبس تحتهم الكعب العالي. ان كان الجينز ضيق وان كان الجينز العريض، وبيعملوا تنيات من تحت، يعني خلص صار بيتفنن فيه الواحد، بصير بقى لبس لكل شيء دائما بيتفنن فيه. طيب خلينا ننتقل على انواع الجينزات ولكل مين من الصبايا بتقدر تلبسه، يعني بنشوف البوي فريند ما بيلبق لمين من كان أكيد. وممكن كمان الاوفر سايز اللي عم نشوفه كثير فلو واسع كمان مو لمين من كان، خبرينا اكثر هدول الموديلات لمين لازم نشوفها؟ هلا البنطلونات العريضه لازم تلبس رح تكون كثير نحيفه وكمان بيكون لسه معطول بيكون احلى، لانه كل ما وحده يكون صحتها منيحه بدك تلبسيها البنطلون العريض زدنا من السنه بدها تزيد اكثر. هلا اذا كانت وحده صحتها منيحه وحابه مثلا تلبس البنطلونات العريضه، تلبس بطريقه انه تلبس تحتها كعب، هذا بيعطي مثلا طول وبيعطي نحف للرجلين. تعرف انه تلبس فوق ما تلبس الضيق، الكنز يبين غلط بالموضوع، تلبس كمان الكنزات العريضه ممكن تدك شيء من قدام الكنزه بحيث تعطيها انه هي فيها مشقه وفيها نحف. وطبعا العراض اي البنت النحيفه بيلبق لها كل شيء صراحه، يعني بتفنن فيه لبسها. في الصبايا اللي بيكونوا يعني صار شوي ممكن يكون كمان عندهم مشكله مع الـ مع الـ مع الاوفر سايز او حتى اللي الخصر العالي، هون كيف ممكن يلبسوه كمان بطريقه انه ما يبين، يعني يعطيهم شوي طول زياده غير مثلا موضوع الكعب؟ بيكون طويل على الاخير، ما يلبسوه مثلا مثل مثلا بعد الركبه بشوي بيلبسوا معهم البوت، لا هيك تمام. بيعطي قصر، بده يكون طويل على الاخير يلبسوا كعب. لو كان خصر عالي ما في مشكله،
بس يعطي طول الاخير مشان يعطي طول الرجلين. اوكي، يعني هي وحده من الشغلات المهمه. طيب يعني اليوم لكل الصبايا اللي عم يتابعونا اللي هلا هيك حابين يعني يشتروا هيك جينز جديد، شو هيك ممكن نخبرهم نحن كنصيحه نعطيهم اياها، خاصه الصبايا اللي بيحبوا يلحقوا الموضه كثير؟ يعني بنشوف اليوم لما بنفتح انستغرام في شغلات غريبه يمكن كثير بتطلع، انه بنلاقي مثلا كثير من الصبايا عم يلبسوا قمصان كثير عريضه ممكن تكون، اوكي، وعلى كمان بنطلون اوفر سايز، فهو شيء تستهجني المنظر بس بعدين ايه ما بعرف اذا هذا هيك رايحه الموضه بهذا الاتجاه كله عريض. هلا هو كله عريض بس مو انا هلا مش شكلي عندك، في ناس بيلحقوا الموضه حتى لو ما بتلبق لهم. ما بصير. هلا انت شو بيلبق لجسمك؟ انا نحيفه، انا سمينه، اوكي حلوين البنطلونات العريضه كثير وكثير موضه جدا يعني، وتحاول البنت صحتها منيحه تلبس البنطلونات العريضه الغامقه، ما تلبس لك الابيض او تلبس لك النودي او شيء وتلبس فوق العريض، بيطلع كثير الموديل غلط. لا تلبس، اذا جا على بالها تلبس الاوفر سايز او مثلا البوي فريند العريض اوكي، بس مو تلبس فوقه كمان عريض زياده، ممكن هي تدك البنطلون وتخلي عرض بسيط يعني مشان ما تبين يعني غلط باللبس. طبعا. وكل وحده حسب شو بقى لجسمها، بس مو انه اذا موضه بدي الحقها، بدي شوي يعني قارن بهيك وهي ظبط اموري. تماما. والمحجبات كمان هن ضمن الستايل اللي بحبوا كمان لبس الجينزات، ولكن لازم يكون الجينز ملائم للحجاب. أكيد. من حيث القصه او الترتيب او الشيء اللي لابسينه، كيف لازم تلبسوا المحجبه؟ شو الاشياء اللي ممكن تضيفها لحتى تقدر تلبس الجينز وبنفس الوقت ما يتضارب مع الحجاب؟ هلا اول شيء حلو فساتين الجينز المحجبه، انا كثير بفضلها. وبفضل شغلات الثانيه، ممكن اذا لبسوا بنطلون عريض جينز حابين يلبسوا، ممكن يلبسوا فوق الجواكيت الجينز اللي صار شوي مع قميص عريض ما يبين ملامح جسمهم. هلا الفساتين يمكن سالوبيت يكون شوي عريض، اي شيء يكون عريض هذا حلو للمحجبات. ومحجبات اكيد مو ممنوعين يلبسوا الجينزات تماما. وممكن مثل ما شفنا على الشاشه الجواكيت الطويله هلا موضه، هذا بيغطي بالنسبه للمحجبه، بيغطي الورك، تلبس العريض بتغطي ورك من ورا، لو قميص من جوا بيكون كثير حلو. طبعا. هيك ومرتب، فهي لبست الجينز وبالسيف سايد. تماما. اوكي، عم تشوفهم يعني الجواكيت العريضه حتى مع البنات لين الاوفر سايز يعني كله، اذا بقول لك انه كله بيمشي على كله تمام. يعني هلا كثير الجواكيت الطويله موضه، ان كان الجينز ضيق وان كان الجينز عريض، بس بطريقه تناسق ما تطلع كمان كثير عريضه المراه، كثير بالجسم بيلعب دور يعني. صح. وكمان الجواكيت هلا الموضه مثل الفرو والسماك حلوين ان كان قصار وان كان طوال بيطلعوا حلوين مع الجينز. طيب شو في هيك اقتراحات كمان خلينا نقول حنشوفها بهي الشتويه اكثر للصبايا اللي حابين هيك يشتروا كنزات تكون هيك غريبه او شيء؟ ما بعرف، كنا يمكن من فتره شفنا انه يعني مثلا مثل جلد النمر او هدول القصص كمان هيك شوي دارجين، ما بعرف اذا في عندنا لسه كمان خيارات ثانيه. يعني هلا كثير بتلاقي مثلا البلايز كثير موضه جدا، حتى لو فيك تلبسي بليزر فوق مع الجينز. انا بلاقي القميص اذا كان رسمي، هلا اذا كان هي بطريقه رسميه بدها تشتري لبس رسمي وحابه تلبس جينز، البليزرات حلوه فوقهم مع القمصان. ممكن هي تحاول تلبس الجواكيت الجينز القصيره كمان حلو، بس انا برايي البلايز هي بتكون رقم واحد. أوكي. مع جينز اذا كان عريض بيطلع كثير حلو واذا كان خصره عالي. تمام. وتنتبه الصبيه للشيء اللي بيلبق لها فعلا، شيء مناسب لها لاطلالتها لجسمها لطولها، كل هدول القصص تراعيهم فعلا بتكون باطلاله مميزه. تمام. هو الجسم رقم واحد يعني، حسب وحده جسمها بتلاقي شو يلبق لها. طبعا. طبعا. يعني رشا شكرا كثير على هيك الافكار الحلوه اللي اخذناها منك، وهيك الاوفر سايز يا جماعه تنزلوا السكيني بعده عنه، السكيني بعده عنه، هلا الموضه العريض ولبسه فاتح. خلص. يعني لبسوا البناطلين الابيض الجينز بالشتاء حلوين حلوين. أكيد. شو ما صار معكم بعدين ما دخلي. اهلا وسهلا فيك رشا، شكرا كثير لك. شكرا لك لك، يسعد صباحك.